السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وجود مورنينج للمتمدنين عادة. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ كيف انتم؟ وش اصبح تشوفوها؟ وش جاي؟ ما بلا ضميت، اقول لكم واحد قبل ضميت ثلاثة وكلها مهروم داير روسه، يوم انا موجود تحت درهم يشتغلون، وانا ان كنت مش موجود والله يا ابوك ولا يحرجون ساكن، واندثرت زراعتي، واحد صبرت عليه 3 سنين، واحد 3 سنين، واحد 2 سنين، يعني 9 سنين وانا صابر في صوحين. الحمد لله من العام الله فكني منهم فتكيت، قلت ابوي اللي بيع هذا من حسبتي تشوفوني انا حاد وياه في المواضيع وفي الكلام، فلذاك الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا. هاي لكن ابنهم زينين، لكن واحد منهم ابوي 24 ساعة مدوخ، واحد منهم 24 ساعة مدوخ، يحط هذا الكنة المضغة نسوار ومخيس البيت وياكل بان، وتحت الشيار كله غادي، الدنيا كلها حمراء حمراء، الدنيا غادي انزين. والثاني يشتغل 5 دقائق وما يكمل الشغل، يعني شغل بخمس دقائق ياخذ فيه 3 ساعات، يعني طول نهاره تلقطه سوى شغله بسيطه، عسبتي البيت لايط غادي ما يتشاهد. انزين هاي بالهيلسة انزين، واحد اسمه عمران الحين بيت ايران يشتغل زين، هذا حمامة مسين، لكن ابدا ولا بيحرك ساكن الا كان انا معالي راسه، يعني عباره كاني انا بشتغل فورمان، بالرغم اني انا منيف، هم اقول حط عمرك انت كانك جالس في بيتك في مكانك، يعني فمفروض انك شي تسوي شي تسوي شي تسوي. صبرت شهر شهرين، المشكله اني انا حبالي طويله، فاي لسه تري مده طويله اعطي مدى اصبر، اقول في خاطري بيعتدل الحين بعد شويه، اليوم بكره اليوم بكره ماشي. فمشكلتي انا الصبر، مش مشكلتي الصبر، مشكلتي اني اتبرض المبهين علي ضان في المعبود خير، انه بيتعدل حالهم، بيشوفون الطيب، بيشوفون العامل الزين، بنكرمهم واللي يكرم واللي يعطي واللي يتصدق على الفاضي، اتيهم الهدايا ويهم كل شيء، لكن ما شيء فايده. نشيت ابوي تحوت الدم وحين منضم، يا هذا مهر يبناه مهر وايد زين، لكن مهر كبير في السن، كبير في السن، وانا اخيل حتى امر عليه ريال، نحن في الجواز مكتوب كانها 40 و 35 ومن الصدقة الشيفة فوق 70، وانا اخيل امر على واحد عمره 70 شاطر في النخل، في النخل رقم واحد، غير في غير النخل ما في هب لا يضرب شزمه ولا يحفر حفيره ولا يقور ولا شيء، ما يروم ما يروم. لما راد ابوي ابن صلاح حين تلقطونه حاشر الدنيا، واليوم بخبركم عن سيرتنا ويجتنا وين بتكون. هذا ميل السعاده المتواضع، متى عاد الحين يسوي ميالس وميالس وميالس؟ منو ييهن الميالس؟ ما حد ابوي، ما حد متفيج، ما حد ابوي متفيج. انزين اليوم سيارتي الله يحفظكم، عندنا عندي شغل في المرور، بنضحر ورقة سيايير كلهم بسميها أنا، فبيصير الدريول بيودي أم محمد الدمام، ها تبصير بريج بر انزين، وتبتشل دوارك وياها، بتشتل بيشتل الدريول عبد القادر، وبيتشتل أم محمد ودوارك. الحين هذا بنقالي وهاي شي بلادها ظني كينيا كانها، هي دوارك بنصير نسوي لهم ويز حق سيره، والمرور قالوا لازم في المرور او طرش حد يجيب الهويه ما تدري، والبنس ما قصروا جزاهم الله خير، قلت لا لا روحي ابيك معاني ان شاء الله اني بسير لهم المرور، وبنخلص موضوع المرور بنضحي الورقه وشوف وين بعد بسير، نسيت والله. Good morning. How are you? Finish? Yes. Thank you. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. صباح الخير. ايش حالك يا ابو احمد؟ نعم؟ عفوا؟ الله
شو تقول شو ها؟ بلا جرس. أدري بأن شيء جرس. أنت حين تخبرني إن شيء جرس؟ زين أكيد زين حبيبي. بعبيت بلا جرس ما شيء فائدة. شو أخبارك؟ شو أصبحت؟ كل شيء زين؟ رقم واحد. بس خلاص أسير أجلس؟ أروح؟ ما شيء بوس ولا شيء حبه؟ شكرا 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 شكرا. وين حبه كبيره ترى بعد النخره وين سايره؟ زي قد مرني تو انت بخير دعما. لا حبيبي هاك اي مس يو اي مس يو تو جود مورنينج اذا تو. وهذا لون دلتنا اليوم الدله زرقاء وهاي ام ثم ام برطم ملحف. هاي الدلايب والله فنانات توهم طايحات بعد براطمهم لحفات. دل الزرقة الفناية زرق وهذا عصير وصلاح قلاصة شربها قبل شيء وبعده. هو هاي صحيحات يعني الحمد لله. واليوم باجلة ما باجلة العادية الباجلة الأمريكية الكبار لوحدة عن أربع. اليوم شو عاد نسوي من الخبز؟ اليوم طالت عماركم أيوة شباب اليوم شباب اليوم شباب الحمد لله نعمة بلا الحمد والشكر. وطريقة الشباب للمتابعين اللي دي اللي دا ترى موجودة على الانستغرام كل شيء مسجل بتقطون موجود. وهذا خبز رقاق من غير اللي قلنا لكم بديل شو اسمه بديل اللبناني ها يكون لين وحمر تاكل به البيض والطماط والجبن على قولتها للسعودية الشكشوكة والدنيا مطرجة نزيل. وهذا الخبز المغربي نعم يبارك الحمد وشكر. يا وينك عاد اللي تاكل وانت شو مشكلك الحين شو مشكلة منو انت بالبطة تذكر تقول بطة ايه؟ تقول بطة وتقول بابي بابي هي ما تقول صلاح اسمك صعب اسمك روح صعب سيرت وين جيت شو اخبارك زيدني ها ايش اللي زين صبيت عيني حطيت كوعك في عيني الحين انت حطيت كوعك في عيني زين نزل يا ها طالع هناك تليفون تبنجح شو هذا وين صرت وين جيت اليوم بس ما صرت ولا مكان انا هنا كده ما تريت جناب زين دباب شباب بيتنا لو بيت ابنو هني هني زين صبر هو صرت عندكم خلف اليوم ولا لا مو لو شفت مو لو تم بنضرنهم قبل ما تين يصير عندكم خلف اسد سبع اول اسد سبع يعني اسد اللي خب اخرك لا ما لا اسد سبع زين صبر عاد صبر اليوم عندك تمرين ولا ما عندك تمرين روح يا هيو الساعه كم لا الاذان عند الأذان؟ إيه. زين وينك وين الأذان؟ حتى أنا مصري. لا أبو سبحة. صلاح. آه. صار شيء أخبار جديدة حقك. بيصرفون لك البطاقة. إيه. بطاقة ذوي الهمم. إيه. وبتحصل خصومات. إيه. وبتحصل أبوي يدخلون قبل الناس كلها. إيه. وأمور وايد قالوا اللي عند ذوي الهمم. إيه. الهم امتيازات في أشياء وايدة. قالوا إحنا يبون صورة جوازك. إيه. وصورة الهوية والشهادة الطبية مع المستشفى. اللي يقولون عنك انت ريال رقم واحد حلو اي اللي تركب الخيل واجف ريال رقم واحد التغيير الطبي وقالوا يجيب لنا صوره خلفيه بيضاء حق صلاح بنظهر له بوي البطاقه اللي هو يباها كله ولا صلاح شو رايك؟ شو تحكي؟ شو تتيرف بالقدر؟ تفلت الهميه يا اخ عليك صلاح اليوم بضطر اسلم الاوراق الاسبوع الجاي بنقوم بزياره يوم الاربعاء بقوم زياره انا وانت بنزورهم بنشوف شو الخدمات اللي هم يقدمونها مال رعايه مال المجتمع تنميه المجتمع شو الخدمات انا مثلا ما كنت عارف البطاقه هاي بيعطونك اياها شو الامتيازات اللي فيها امس الا بالصدفه وكلمتهم قالوا ابوي هذه كل الناس تسويها انتم ما تدرون قلت نحن ما ندري ما حد خبرنا قالوا عاد المشكلهكم انتم ان شاء الله أونلاين كل شيء يستوي قلنا لهم نحن عادة شو رأيكم تفيدون ما تفيدون المجتمع قالوا الوقت أبوي اللي بتشوفونه مناسب تعالوا حددنا موعد وياهم صلاح يوم الأربعاء بتصير أنا وأنت هي الأربعاء لازم تروع قال لا ما شاء محمد
غترة عقال احمد؟ ايه زين، انت ما عندك غترة وعقال؟ لا يا الكذب، مالت العيد ويني؟ احمد شل شل احمد. زين زين، زاغدني تراك على فكرة. زاغدني. زين شو حينه؟ الاسبوع الجاي يوم الاربعاء، مثل الحين مثل الحين صراحة، مثل هال مثل اليوم موعدنا وياهم الساعة 11 اللي في شارع المرور. لكن صلاح لازم تكون تلعب السفرة وعقاب كل شيء. زين وقال وبنعلفر العلوم هم بأخبارهم كل شيء. منو جاي؟ هذا حد وياك؟ تعال 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 دواركا. Good morning. Everybody saying you are not talking with Dwarka long time. Which is speaking in it? 2 minutes. Less than 1 minute. هذا نار. ماشي مينونة صراحة تمشي وتحرج عمرها. هب تحرج عمرة في بيتنا بيقولون بوجات لنا. خلاص هلا وين 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 هذا؟ الجراس. هذا النحر أنا سويه. لا 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 لا. شو بلا هي أنتي؟ هيسون. ايه نيو وان مزال بس حارج يدها حق الله راس عدوان الله. هاي قهوتي انا، هذا لونها. ما داني القهوه الرفيعه، داني القهوه الغليظه. ما بغليظه عاد حبر سوداء، لا تكون تحراها مغور فيها زعفران حمراء. القهوه الحمراء انا احبها، ما بالسوداء. السوداء مره ما دانيها، والمبحلقه ما دانيها، اداني النمونها. هلا تشوفونها ما تبين قاعة الفنيال. ها قياس قهوتي. صح قهويته بتولو بعك؟ ايه بعد؟ شال. حاضرين. حاضرين يا ولد احمد، حاضرين. تامر 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 يا ابو احمد. فنياله المسبوعي. لو في داري غضاه. يلا. حبيبي. باب عن ابوك. صلاح بسير شوي الزراعة وبين زين. ثانك يو. الحين دخل الله يحفظكم موسم الجوري اللي هو المحمدي. الجوري المحمدي هذا يحتاج حينه تسميد، وتسميده يستوي كل 10 أيام 15 يوم، كل 10 أيام 15 يوم اسمدوه. يسمد كل 10 15 يوم الجوري هذا. طريقة تسميد الجوري أحب أخبركم بها. شيء طبيعي يبغي له نحاس، شيء مركب يسمونه نحاس، وشيء مركب الحديد. هذا لا بد ولا عذر منه. هاي مركبين وايد ضروريات يبتاعن في محلات الأزهار وين يبيعون سامان الزراعة. له اسمهم اللي يبيعون يعني أغلى الأشياء الزراعية، اللي يبيعون الأشياء الزراعية عندهم. نترات الحديد، نترات الحديد أظني اسمه. وينك؟ شو اسمه؟ شامبيه. تعال سويت هذا سماد كامل خلاص؟ ما شاء الله عليك. شو الأولي والله 3 أيام ياخذ. يريد شو يسوي سامبل حق نفرات؟ كيف أنت يسوي سماد حق هذا حق الهمبة حق الورد؟ إيه أقولكم هاي شوفوا أحي الهمبة. شو الهمبة هذه مثلا؟ غلت ورق جديد. تدرون متى مفسولة هذه؟ متى مزروعة؟ مزروعة الله يحفظكم يمكن من مش اكثر من اسبوع. شو ما شاء الله، ها معناته انه ضربت بعرج خلاص. ما تشوفونها ضربت غلت ورق جديد، هذا خلاص ابشر بالخير. الحين خواته توهن باديات، الحين عاده بعد اسبوع 10 ايام بنشل عنها اللي يريد هذا. وعلى فكره موسم تنزيل الفيفاي اللي اتفقنا ورمسنا من قبل وقايلين ان الفيفاي يبذر شهر كم ينبذر في الأرض. هو جاي وراي بيراوينا طريقة تسميد الورد. هب الحين أسر شوي بتكلم، أنا عندي دقيقتين بأرد. إنزين 2 دقيقة بعدين تعال. 2 minutes بارك الله فيك. إنزين نحن اتفقنا وخبرناكم عن طريقة الفيفاي ومتى يبذر ومتى أحسن وقت له، ورمسنا بدال المرة 10 مرات 20 مرة، وكل سنة هرمس الموضوع هذا. لكن ما يعطي مش غلط أني أنا أذكر الموضوع هذا مرة ثانية. وشو أنسب وقت وشو أحسن نوع بذر؟ البذر اللي نيبه من كيرلا من الهند، قريطيسة طول الكف. تدرك بسعرها 20 درهم، يمكن فيها 1000 حبة فيفاي، 1000 بذرة. البذر هذا الله يحفظكم ينبذر
ينبذر شهر كم؟ شهر 7 عز الحر، لكن ينبذر في وين؟ لازم مكان مكيف اللي هي المحمية الجرين هاوس، لازم في القوطي 7 و8 و9 و10. شهر 11 شهر 11 من بداية شهر 10 يتظهر من الجرين هاوس، يتم تحت الجريل، لازم طول القورة تقريبا ذراع، لازم طولها ذراع، وينشون الله يحفظكم عقب ويظهرونها تحت الجريل خضر فيها النمونة، ويخلونها في الظلة حسب ما تيها صدمة شمس الشيرة اللي هي الفيفاي هاي اللي توه مظهورة. نزيد ويوم يعدي الحين هذا الوقت شهر 11 تنزرع تتنزل في الأرض قبل ما يشتد البرد، لازم وقت الحينة تتنزل، الحينة شهر 11 تنزلها شهر 11 القورة. زين حطيت 11 و12 و1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 بعد 9 شهور تاكلها ويرطب. يوم تقير لنغالة من يبشر النغال تاكل الفيفاي ويرطب يطيح. نحن تأخر السنة فيفاينا 3 شهور، شو السبب؟ لأن نحن العام نزلناه في شهر 1، فلذلك كلنا منه الحين وايد متأخر. يعني شفتوا اللي جاي مخالف طايح في وقت غير وقته، يعني ونادر انه يغدي زين، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والله لطف بنا وطلع انتاج السنة احسن عن كل انتاج، هاي روحها نعمي والحمد والشكر. لكن الاحسن انك تنزل الشيرة القور الفيفاي الحينة، هذا للي بياكل فيفاي. شوف الفيفاي اذا تزرع الوقت غايته وقت الحينة تنزلها في الارض ويكون مبذورة البذرة شهر 7 ونزلتها في الارض الحينة، تازم ثمرتها من تحت الأرض، تبتدي ثمر الفيفاي من تحت الأرض لين فوق، لازم هالنمونة مثل القماش منضود لكن لين الأرض، وهو يسير وانت ساير بهالطريقة. أي حد يحصل بذر داخل الفيفاي ما يصلح، ما في فايدة، لازم البذر يجي معالج جينيا، معدل جينيا لا، فرق بين المعالج جينيا والمعدل جينيا. المعالج جينيا ما تيه امراض، ما تيه افات، يظهر الحين اللي بتزرع انت تاخذ من الدكان بيض، بيقول لك والله نحن يظهر عندنا فيفاي، الفيفاي يظهر ذكر، هي بيظهر ذكر لانك ما اخذت منظف وعدل، اخذت كانك والله اللي بتناسب بيبون له اسم رجال، يا ابا ولقطه من عند الباب 600 رجال يوزوا بناتهم، عسبتي حرم أبوي ما تكمل شهرين إلا تطلقت لأنك لقطت لها خمام السوق ويوزته بنتك. فلذلك اللي بياخذ حق بنته ياخذ خيار الريايل ما حسن أخلاقه ودينه وما شيء، وايد طويل من الكلام ما أعرف عاد وايد الكلام. انزي الفيفاية تزرعها حينه وتاكل منها وخلصت، وتبذر خدتها عدالها تحط هاي حين الجديدة اللي حين بناخذها الجديدة تنزرع هنيها، هذا مكان زراعتها وحده هني زين، والثاني عدها هني. خلصنا الزراعه. يوم بتنتهي قد على متر ونص خدت هذه لعدالها تنعق، شو السبب؟ ما شيء مشكله خلها، لكن بتعطيك انتاج الحول ربع الكميه، فشاء الله حاد انك انت ما شيء كالف تعطيك ربع الكميه، خلي تعطيك 100% انتاج من اللي جديده، ما شيء كالف حق شو. والفيفاي ترى ماي زيادة كذا، أكثر شيرة في الدنيا العودة حساسة هي الفيفاي أي تعفن جذري على طول تنجلب نهار ثاني سلم عليها. هاش عندك يلا حين بي قصر عضة وحين جاي منك، يلا تعال مهر حليلك يا مهر. شامبي كيف سويت سماد؟ هو ترى ما يعرف هذه تحت إرشاداتي أنا. شو الطريقة؟ يحفر تحت أيوة بس شفتوا هذا الطريقة. تو بعد هذه هني ثاني بعد 10 أيام يحفر هني
بعد 10 أيام يحفر هني وانت ساير وانت ساير. هاي سمعت هاي؟ هي كله سمع. والياسمين؟ كله كل شيء؟ كله. هاي بارك الله فيك. هذا مع البيت قدام هذا وراء. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انت رقم واحد. انت نمبر ون. الحمد لله. شكرا يا شامبي. شامبي؟ شامبي ابو المرق يا صبر هاي اغنيه غن معايا يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه الله يحفظكم. المريه اللي تحيدونه من كم من يوم قبل اسبوعين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن مريه مريه للدهنه جواب العود. اي بشيركم ابوي انه خلص وقف 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 وحين عاد البارحه وصل ابوي الزبد من المزرعه وركبنا على الضوء ومن اصبحنا وهم يشتغلوا وحين عاد زاهبه الذواب صافي ما فيها نسبه رطوبه ولا 1%. فلذلك الحين موعد يحطوا لها دويات. حطكم يوم الاربعاء تاريخ 24/10 ابوي وذوابتنا زاهبه. هاي يوم قلت الدهن مقمشه هاي تقميشه الدهنه زاهبه رقم واحد الحين صافي صافي ما فيها رطوبة ولا نسبة 1%. الحين الله يحفظكم وقت حط الدويات فتازم الضوء تازم الضوء خفيفة لين تسير وتذهب يعني أقصر ما يكون الحين الضوء تكون أقصر ما يكون. المريا اللي قبل ما شاء الله تصفوا الدهن هني ها تحيدونه بدباب وشي غراش وقف ما شاء الله الطلب وايد لأن الشيء زين اللهم لك الحمد. فلذلك الله يحفظكم نحن يازم مريال هذا الحين على الضوء مثل ما خبركم على الأقل على الأقل من الحين يبالي 3 ساعات. الناس يقولون وايد تخلي الضوء تيم معلوم انه وايد لكن نحن بتنا نخدمها على نار هادية. الناس اللي من غير اللي يقول لك والله تجهز الدهن بسرعة تجهز الدهن بسرعة معلوم إذا أنك تشلوطها مال هوي هوي. نحن اللي نسويه أنا بخبركم نحن طريقتنا في الحم مش طريقة تجارية لا طريقة تجارية الله يحفظكم. هذا مال يكا وعطبيزة مال خدمة قنبو عبود. نحن اللي نخدمه للعرب شرات اللي نخدمه لبيوتنا ما عندنا شيء خاص لنا وشيء للعرب لا نحن اللي نخدمه العمارنا والبيتنا وهذه طريقته من أكثر من 36-35 سنة. الأول من طرف البيت البجير وعقب أبويه ما وبلناه البقر يوم اللي شفنا هالنمونة لازم تعاقدنا ويا الشركات شركات المزارع لبقار في الدولة ما شيء كثرهم. يوم أبوي وقف من مزرعة أخذ المزرعة ثانية مزرعة ثانية وعلى هالمنوال من هالكثر وقت نودي أبوي البيكاب عندي حملنا هالمعلومه كل حد يعرفها لكن بعيدها مره ثانيه لاجل المتابعين اللي داد. فنودي المريال الله يحفظكم بالبيكاب يازنون السياره بمريالها فاضي وعقب دبولين عينه. المريال هذا يشل 470 كيلو تقريبا نص طن. فيبونه ونعدله وننظفه فال 470 كيلو هاي يتبخر منهم ما يقارب 170 اي لا 150 كيلو هذا بخار ماء الماء فتازم الدهنه صافيه. فلذلك الدهنه الصافيه ما تخترب سنه سنتين ثلاث لانها مملوحه ومدوايه وفيها صحيحه فلذلك ما تعول ما تعول لو بتكمل لو بتكمل سنتين ثلاث ما تخترب الدهنة إلا إذا سكتها اليد أو حد صب فيها ماء. فلذلك هذا اللي يخرب الدهنة وريحة تازم خنينة وما تعود. الحين يوم الوادم اللي من غير يوم يأخذون الدهن العادي معلوم يقولك هي نعم واثقين منهم بقرهم قدام عيننا وخدمة قدام عيننا وحامين زبدهم قدامنا معلوم كله صحيح لكن نسبة الرطوبة موجودة في الدهنة لازم لين تقمش الدهنة تبخر عنها المكامل ولازم على ضوء هادية هذا اللي شروطون الدهنة. فلذلك أول ما تشتريها عنهم الدهنة تعطس من ريحتها من ريحة قوة بهارها تعطس وريحتها خنينة اصبر يومين
تروح حري حتى قدت مخنزه. شو السبب؟ ما حد ساكها وهي على ما هي عليه رطوبه ترى فيها تحومض شرات سحبيب مكنوز ومضامد وما شيء شراته. صب فيه قطره ماء، صب فيه فنيال ماء وغطه، تعال عقب يومين وطني غدا. وادين عاد يعرفون وطني. وسبب استمراريتي في خدمه الدهنه ان الجماعه اللي ضارين ياخذون من عندي من 30 و 35 سنه من ايام حياه مايا ومن قبل اول ما سوينا البقر من يوم انا ياهل، ما زالوا كانوا وما زالوا يستعملون يبون شافين علي. فلذلك ليش انا اودر الشغله هذه مدام الناس ضارين ومتعودين على الشيء هذا؟ لا والله طيب استمر عليه ودفعت بل ان شاء الله ما شيء ربح، لكن فايده ما شيء. الحين هذا القز والدباب والغراش والدويات وجيمه هذا كله يظهر حد يمكن اظني في كل دبه شيء 7 دراهم، ساعات يوصل 7 دراهم وساعات ينزل الى 3 دراهم اكثر ربحيه في كل دبه. والنص طن هذا نص طن اللي يتبخر الثلث يتبخر الثلث ويتم يا ربي الذبابه خلينا نرمس والله اني دخل في عيوني داخل. ها شفت الثلاث ذباب؟ وايد ذباب. والذباب ابوي عاد ما بيخوزه الا المطر، يا الله يا رب المطر. مثلا كسيف ومدفى، كسيف ومدفى الله يحفظكم. هذا متى؟ هذا دار عليه الحول. الحين ما بنعقه، عطاه شو اسمه شامبي، واللي يحفر تحت اللوم ويدفنه، سوي حفره تحت لوم ويدفنه. شكرا. اللي تخبرون يقولون من وين نحصل بذور الفيفاي؟ بذور الفيفاي اللي عنده حد بشكار هو شيء مليون نوع بذر، لكن انا مثلا افضل البذر هذا اللي يجيبونه من كيرلا من مركز الابحاث عندهم في الجامعه. شيء يجيبون بعد من امريكا من هاواي، يطلبون اونلاين ورخص التراب يعني. لكن يبالي طريقه الزراعه متى وين؟ وايد هي لشيرة الفيفاي حساسة، والتوقيت يعني اللي بيزرع الحين بياكل من هالحول إذا الله أراد. لكن شو السبب؟ لأن إذا وقت تزهير الفيفاي وفوق هالشمس، الشمس قوية فوق 35 و40، هذا ما تحصل منها فايدة، ما تعقد الوردة، لأن وقت الإزهار لازم يجي وقت براد. نية وقت براد تراه عقدت وشت لك اليد من تحت لين فوق، يا غير اني وقت الازهار، اني وقت الازهار في الحر شو بتحصل من الفائده؟ الحين انت يوم بتزرع البذره في الحينه مثلا وبتزرع وبتنزلها في الارض شهر 3 ولا شهر 2، شهر 7 بتبتدي الزهره، شهر 7 في الزهره هذه بتحرقها الشمس 55 و60، خيب اقول لكم بيت 55 و60 درجة الحرارة او 57 ما تعقد، فلذلك يحت. فالمقصود منه ان وقت الازهار ما يكون في حر. الحين اللهم لك الحمد الابحاث وايدة والجامعات وايدة ومراكز التطوير وايدة، فمن اونلاين تقدر تطلب اللي تباه تقدر تطلبه ويوصلك لين مكانك. لكن اهم شيء انت تتخبر، شو اللي هالكوب تتخبر شو الشيء الزين، شو الشيء المفيد يعني، وكل انسان على اجتهاده. انزين عاد الحين مسيت زقريته ومسيت تعديل ومسيت ترويح ومسيت شيء الفنان اللي ما شيء شراته. فنرد لموضوعنا الله يحفظك اللي كلمتكم مساء عنه، ان البذور موجودات وشيء اشياء موجوده في من امريكا تطلب. انا جبتهن اول ما تحولت البيت قبل 10 سنين وزرعت منهن، وشيء كان وايد جميل وايد زين، ولكن حصل الرجال هاك اللي كان يجيب لي ما ادري بوين ارضه وين سماه، انشرم. سمعتوه يقول لك شرمت لزاق
قضيت حياتي ولالي في الهوارادة ريال من هالدبي. صلى المصلي لأمر كان صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فلا صلى ولا صام. هذا أبو الريال، كانت الصداق لأجل مصلحة معينة وتريع خلص شغلة اللي هو يرمي إليه وسوى الشغلة اللي يباها مني أنا. في يوم تكون الموضوع اللي هو يباه شفتكم ولا شفته، فحد من العرب شي صداقتي يعني هنمونا ربي يخليني خطف عاده هذا خطفكم ما خطف يدي يعني عند الإشارة ويتختل زي الإشارة خضراء شو تريتت يتختل مرة يعني تحرّب يسرق. فأقولكم البذور في أنواع وأشكال، كل إنسان على حسب البيئة والمكان اللي هو ساكن فيه يعني. والفيفايف هاك من أروع ما يكون، هذا السر أنها تنبذر في الوقت الفلاني تبذر. هنا عملنا هذا وقت البذر يعني كمعلومات عام الناس كلها تعرف، لكن سبحان الله حد من العرب اللي كانوا ما يتابعهم من قبل ولا شياته يعني لا أفيدهم بالشيء اللي أنا أعرفه، وتخطف علي وطر وأنا أجرب الموضوع هذا. وكل سنة الإنسان يتعدل في المعلومات ويزيد في المعلومات ويزيد في الخبرة وينصح الناس اللي من غير الأخطاء اللي هو صادفه، يكون اللي ينصح بها الواد من غير لمن غير يكون ما تطيح بها وتطيح في نفس الأخطاء اللي هو طاح بها، سواء في بنيان في زراعة خوز في أي شيء في أي شيء. كل منكم زي ما علي زي بتقولون وين ساير أنا الحين؟ ساير الله يحفظكم المرور، ساير المرور. المرور هذا أي دري واللي يقدر يحل المسألة ولا هذا اللي أنا ساير على سبه. وقالوا لي المرور لو طرش دري ولا طرش حد ولا شياته بنحل لك الموضوع اللي انت تباه اللي هي الورقة هاي حق سفر السيارة. يا غير بارك الله فيكم، ما عندي شغل وقلت في خاطري روحي بسير، ليش يعني أتري أو أطرش حد؟ ما ظهرت الأمس ما ظهرت ولا سرت لا شرق ولا غرب، قلت في خاطري اليوم بسير وسبطيح نقلة عني وافتك في الصدع والديان. ونكلم بعد الحدود، لازم نكلم حدود السعودية الحين في الطيارة. وديت أنا تشد خدامات كم مرة وياي في الطيارة من المركز من المطار تدفع الرسوم اللي هي مالت الإقامة الخدامة، كان 6 شهور ولا 3 ولا شهر، ويخلونك تدخل خدامة ولا خدامة اللي تباه. هذا مركز المرور اللي أنا سائل أسبه اسم مركز الأول اسمه مركز المرور، المرور الأول يسمونه الحين مديرية ترخيص السائقين والآليات. يعني هذا الأول وين سائل سائل المرور، وين جاي من المرور وعلى هالمنوال. الأول اسمه سهل وكل حد يجيبه، الحين لا، مديرية شو حكومة أبو ظبي مركز خدمات السعادة المتعامل، شغلة كل شيء إيجابي شيء نافعين به المسلمين. الأول ما تسير المرور تأخذ تقبض سيل وتجلس تتريع، الحين أبدا سيرك وييك وكل أصلا ما حد يسير المرور الحين سيارة المرور ما حد يسير لها، كل شغلك مكان ضيق هم أبرم بركن فيه تخلصه أونلاين. من سوى والأبليكيشنات حق العرب كلها فكة والناس كلها مصدع والديانة والناس كلها بوي تقضي حوائجها أونلاين، فكوا العرب والله يزاهم الله خير اللي سووا هالخدمة. يلا بنام سعد خلاف زين، بنسولف خلاف بنرمس نعطيكم الأخبار والعلوم كل شيء بخبر. حتى دقيقة ما أخذت، دقيقة ما أخذت بين دخلتي وظهرتي. يلا زحبت أبوي ها وتيه كتابه بيمينه كانها بشمالها نحينه. هي والله قبضت أبوي أوراقي وخلص، أعطونا أبوي شهادة تسفير إنك يعني تشل السيارة شهرين 3. المهم إنه طلعة وحدة يعني سفرة وحدة، الرسومة 100 درهم بس. افتكينا بصدع والديانة ما تحربت شغلة طويلة عريضة ترى أبدا، حتى دقيقتين ما أخذت. ولا تسمعوني يقول والله أخروني بأخروا، هذا يا يكون عليه أبوي تعميم ولا سيارته عليها مخالفات ولا داعم وشارد، للمرور ما يأخرون حد.
هل بالمرور مره ماي اخر شو يبونك ياخرونك اصلا اخروك عليهم كلافه تسوي يعني شو يبونك يفيزرونك عندهم ما يعني يبون الناس تبي الفكاك من المراجعين ما حد تكدس المراجعين ما بزين في صالحهم فيبون الفكاك منك لازم يخلصوك بسرعه انزين حد من العرب يقول واسرت ما خلصوك اوراقك ما بكامله معاملك ما بعدله يا رب الشمس وجهي او انك يعني عليك مخالفات او عليك تعميم او نقاط ما تظهر الا انت امورك طيبه خلص امورك بيخلصونك تجاوز القانون ماشي اقولكم اليوم غداية كالغداء العادي المتعارف عليه مسوين السمان من هالطويرات الصغار مشواي وباستيلا الخضراء وبروكلي ما يبى تصوير يعني لان شو صورنا قبل لك وسيمت ودي الناس لا ملت من التصوير المتعارف عليه له شيء غريب وشيء جديد ونادر بصوره زين بتغدى بسفرتي وعقالي شو السبب نسيبنا متوفي وان شاء الله اني بروم الحق على صلاه الجنازه بيصلون عليه العصر في بني ياس رجال كبير يعلى الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله يكون يواحيلي اني الحق على الجنازه صلاه العصر احب اجي على صلاه العصر ساعه ان شاء الله اني اقدر الحق يعني اذا الله راد قلت لهم والله يغرفون غدا قبل شيء وبعده ومبارك العمودي نسيبنا الله يغفر له مبارك العمودي متوفي يا حضر جنازة نسيبي سبحانك يا رب بدل ما أصلي على شخص واحد على جنازة صلينا على خمس جنايز اللي صلينا عليهم ثلاث ريايل وحرمتين شوف يوم الله يكتب لك النصيب الحمد لله رب العالمين وحضرت الدفن يعني اليوم تبارك الرحمن رزق وفير من الأجر اللهم لك الحمد هاي يوم الله يكتب لك الرزق والنصيب يا الله يا رب تغفر لهم ترحمهم وتكرم نزلهم وتصبر إن شاء الله يتم على فراقهم يا رب العالمين تغفر للمؤمنين للمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله عليك حد يسوي سيلفي في مقبرة والله هاي الصدفة تراها صدفة مقابر لا لا إن الله الله يغفر لهم إن شاء الله يرحمهم تبنوا متوفي عندكم إحنا عندنا محمد علي حسين توفي عندنا من أهلكم جماعتنا أنا شكلك أعرف عق النظارة يمكن أتذكرك والله ما أتذكرك والله فنان أنا كنت في الإمارات أيام كنت فنان عود عزيف عود ونحن في المقبرة والله رب العظيم بس أبي أذكرك تذكر بعد عزيف عود الله أكبر عليك استغفر الله العظيم نزيل وانت وين ساكن نحن الأول في مدينة زايد وانتو ونحن في نادي الأهلي الجديد شو اسم فريقكم فريقنا فريق الخدام لا إله إلا الله بعيد يعني الله يحافظك إن شاء الله الله يسلم يا أبو خير رمسك لا في المقبرة لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رب سامحنا وتسامحهم إن شاء الله الله عليك حد يسوي سيلفي في مقبرة والله هاي الصدفة تراها صدفة مقابر لا إله إلا الله الله يغفر لهم إن شاء الله يرحمهم تبنون متوفي عندكم؟ احنا عندنا محمد علي حسين متوفي عندنا من اهلكم؟ جماعتنا انا شكلك اعرف عق النظاره يمكن اتذكرك والله ما اتذكرك والله فنان انا كنت في الامارات ايام كنت فنان عود عزيف عود ونحن في المقبره والله رب العظيم بس ابي اذكرك تذكر عزيف عود الله اكبر عليك استغفر الله العظيم نزيل
انت وين ساكن؟ نحن الاول في مدينه زايد، وانت؟ ونحن في نادي الاهلي القديم. شو اسم فريقكم؟ فريقنا فريق الخدام. لا اله الا الله، بعيد. يعني الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. يا ابو خير رمسك لا في المقبره. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا رب سامحنا وتسامحهم ان شاء الله. ما سمعت محمد؟ الله يسلم عن اخوي محمد. الله محمد توفى. توفى دريبه. زين. ثانيين سعود توفى. الله يرحمه. إيه؟ سعود وعبد الله. عبد الله. عبد الله توفى. الله يرحمه ويقبل روحه علينا. تامين انا وانت. بس. إيه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. احنا ماشيين ترى في الدرب. لا انت جدا ابوي برايك ما تقول. لا لا ابدا. لا لا جدا. ما عليه عادي. والله حشه. وينك وين تول هو باجي. الله يحفظك. جدا برايك مرفوص. الله يسلمك. انا ابوي ما فيي من الحين. تو الناس. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. شيء طبيعي بحد الحزام بيقولون بلاك ما حطيت الحزام الحين بحط، صبروا علي. انا ابو. ايه اكيد بحد الحزام صبروا. ما شاء الله علي ما زيني. تبارك الرحمن. انزين. ايه ايه عاده. وقت الحين المعاش والدفان كلنا بوين وجف حد سيد وحد رون سيد وحد شو بقولكم الحين امشي في مكان هباب تخطف سيارتي شعره بلطمها اللي على يساري الحمد لله يلا يا رب انك تسلم سيارتي اي والله ما شاء الله العالم عالم عالم هذا لحمه 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 الشعب الاماراتي تتجلى في هالمواقف كلهم هالبالعزيات حضروا كل خمس عزية خمس جنايز كل جنازة ما يخصها في الثانية لكن كلهم شو وقت الضيج يبين المعدن الأصيل كل هالعرب تيامعت عند كل جنازة وأدوا الدفن وكل انحثى ثلاث أربع قفات على القبر ما حد ما يبي الأجر كم لك الحين يا الإنسان تبي الأجر هاي روحها نعمة الحمد والشكر العزة واجب واجب وقدر وأجر فوق هذا وهذاك أجر كم لك من الأجر أنت اللي تحضر الجنازة وتحضر الدفن كم لك كم قراط ما حافظ الحديث أنا لكن وايدات القراط وايد يعني اللي حصل الأدبي الأجر يلا يا رب تاجرنا تاجر أمة محمد أجمعين يا رب العالمين وصبرها ليتم خمس عزية خمس جنايز كل جنازة ما يخصها في الثانية لكن كلهم شو وقت الضيج يبين المعدن الأصيل كل هالعرب تيامعت عند كل جنازة وأدوا الدفن وكل انحثى ثلاث أربع قفات على القبر ما حد ما يبي الأجر كم لك الحين يا الإنسان تبي الأجر هاي روحها نعمة الحمد والشكر العزة واجب واجب وقدر وأجر فوق هذا وهذاك أجر كم لك بالأجر أنت اللي تحضر الجنازة وتحضر الدفن كم لك كم قراط ما حافظ الحديث أنا لكن وايدات القراط وايد يعني اللي حصل الأدبي الأجر يلا يا رب تاجرنا تاجر أمة محمد أجمعين يا رب العالمين وصبرها ليتم هذه فاكهة والفاكهة اسمها سفرجل اسم الفاكهة سفرجل والشاعر راشد الخضر جد عاد قصيدة في السفرجل خدلج خدج اللي كالسفرجل سفر بدر وسفر شمس وسفرجل تفضل بنعبر عبر سهالة يميل بالغلس قبل السفرجل نزيل اللي خدها هالنمونة شرات خد السفرجل هاي تدور لها دار اللي هالنمونة خدها شرات خد السفرجل تدور لها دار وين الري اللي حين الويه الصالق وما شي شرات وما حد يقبل بها خدها هالنمونة معفص ومشبهن بخدك اللي كالسفرجل حشي بتدور لها دار دور لها دار اللي هالنمونة خدها من صلى وصام ما حصل في الجنة مقام وين قاطع الخمس الحين اللي خدهني الصالق ما حصلان ريال انت وين بتحصلي صلاح ما يعرف الموضوع صلاح
مبارك. ايه. مبارك سميدع. سندع يغاف. تعرفه؟ ايه. توفى مات. والله انا توني من المقبره حقيقي. من اياس. بن اياس توفى. الله كريم. تعرف انه توفى ولا ما تعرف؟ اعرفه. متى؟ يقولون انا ما اعرف. لا ادري يمكن انك تعرفه. اعرفه. لا لكن توفى مات. دنيا واحدة. دنيا دنيا بس. دنيا صح. بس. الله يرحمه ان شاء الله. راح عند الله سبحانه وتعالى. قول الله يرحمك مبارك. الحمد لله. الحمد لله. يا صلاح وين عنصر المفاجأة؟ وين ما كنت أدري؟ وين الانفعال؟ كيف يعني؟ بس هاي ردة الفعل؟ ايه؟ الله كريم؟ ايه؟ يا رجال ذكر الله. هذا الموضوع كله؟ مش. الله كريم بس؟ بس. معلوم أن الله كريم؟ وين الانفعال؟ وين نسيت قنب 10 يعطيك وقنب 50 هاك الأيام؟ الأول ها كله سار على الفاضي؟ ايه؟ ما في الضحك. صلاح آه. الهوية بنعطيك إياها باكر حبيبي. مشكلة. حب نصورها بنطرح شيء أونلاين حق مال هل بشونة وزارة شؤون إيه نسيت اسمها وزارة شؤون شؤون المجتمعية شؤون المجتمع. نزيه صلاح. أوكي الحين صلاح حان يحن يحن يبا الملكية هب ملكية الهوية بنعطيك إياها بكرة الصبح. نزيه ترى باكر يمكن شيء بحر. مين أنا؟ دي انت تعرف لا انا موجود تعالي الضحى بسير العصر انا البحر زين ثانك يو بسير الحين ولا بتبات عندنا بالله بالله انزين يلا الله يحفظك شوف الحين ساعه كم ساعه الحين كم ساعه الحين شوي كم عاد الساعه الحين كم هذا كم ما عرف شوف انت ما تعرف كم الساعه صلاح كم هذا وحيد الحجازان انزين يلا اتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها. محتوى الرسائل على الخاص يطرشولي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب. هاي المشكلة كملت اسبوعين ثلاثة الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكلة والحل مؤقت برجاء اتباع الخطوات الجاية. ندخل اول شيء ندخل السناب. يا سلام يا سلام بسم الله نصير خلاف اعدادات صرنا الاعدادات ننزل لين مسح ذاكرة التخزين خلاف الدق مسح الكل بعدين مسح وخلاف حسنا في حال تم الوضع على ما هو عليه امسحني من عندك من الليستة وضيفني من جديد.